طبعا تكمله سلسله فيديوهات عيد ميلاد غزل والتحضيرات بتاعت عيد ميلاد غزل. طبعا النهارده جايه عشان اعمل التورته وكده. طبعا مش هعمل شكل التورته التقليدي اللي هو عليه صوره وكده، انا عامل حاجات كتير احلى، هحط لكم كذا صوره وانتوا اللي هتختاروا تورته عيد ميلاد غزل. وعايز اتفق معاكم على حاجه، لو انتوا وصلتوا لي 250 الف مشترك انا عيد ميلاد غزل بجد فيه مفاجاه جامده جدا جدا ليكم، وهدايا ومفاجات حلوه جدا جدا جدا. قبل ما اشوف الفيديو سوشيال تعملوا لايكات كتير وكومنتات، فعلا انا اشترك في القناه، واهم حاجه بقى يا جماعه اللايك الكتير عشان هي ترفع الفيديو وتخلي الناس كلها تشوفه. يلا بينا عشان ندخل نختار التورته ونشوف نختار ايه وننزل لكم الصور، وانتوا اللي هتختاروا تورته عيد ميلاد غزل. يلا بينا. ايه النور؟ مش عامل ايه؟ الله يخليك. ايه عايز اعمل ايس كريم؟ عايز اقول حاجه بس انا اتكسفت من ملل. انا عايزه فرنسيس شويه، بحب فروزن سندريلا. ايوه دخلينا اهو، بدأنا نوصل لحاجات البنات. ايه مش هينفع تديله صورة السندريلا مثلا هو يعملها لك؟ انا عايزه معايا مثلا، ممكن حضرتك توريني ديزاين احنا نركز معاه. مفيش مشكلة صح؟ انا مش بعمل مجسم. زي ما بيقول لك حضرتك صوريها للورد الدكتور النهارده كنا عاملينها. حضرتك عارف مثلا سندريلا فروزن ده مش بيكون مجسم، مش بينفع نعمله مجسم. لا مش مجسم. بص حضرتك ممكن تجيب لي اول ملف حضرتك وريهولي خالص، هوريك حاجة معينة زيه. ايوه مثلا حاجه زي كده تبقى حاجه بسيطه. دي النهارده دي كانت طالعه من عندنا. اوكي بس في حاجه انت عودتها لي فرازن، او اللي هو اول حاجه خالص اول ملف حضرتك ورتهولي. بص زي حاجه زي كده مثلا. مثلا ما دي حاجه نفذها. اوكي ممكن اشوفها كبيره؟ طبعا. انا مش عاوزه مجسم حضرتك. زي ما حضرتك بالظبط كده، يعني حاجه بس كده البنت تفرح بيها كده. ايوه هي دي اللي انا قصدي عليها. اوكي هو ده اللي انا قصدي عليه. الشكل ده بيبقى فندوم على فكره. ايوه انا عارفه جبنة سكر. أيوة. فاهمه كده كويس. ومن بره بقى فندوم ومن جوه الحشو زي ما حضرتك بتحب، سواء كريمه سواء شوكولاته. انا فاهمه كويس. حاجات زي دي. اوكي ايوه. لا ما هي بالنسبه لدي هيبقى الشكل ده بس. تمام. اللي بقى كله بقى بيبقى ميكي ماوس مثلا زي ما حضرتك قلت كده. حلو كده. حلو قوي. ده عملتي على الشكل اللي انت عايزاه. او ممكن تبقى شوفه. حلو برضه جدا، حلو قوي. حطي على شكل الغزة اللي عايزاه. ممكن مثلا بدل الكيتي دي حط سندريلا او صورة سندريلا اللي هو البرنسس اللي حضرتك وريتها لي. ماشي اوكي مفيش مشكلة. بس نفس الحاجة ان انا عايزة احدد الالوان، يعني طبعا الالوان مش مشكلة. اوكي. اللي ثابت بس ده الابيض اللي هو انا عارفه الاساس. لكن كل اللي باقي ده هو. تمام انا عايزه بس عشان عشان مثلا البالونات بتبقى لون معين. فانا عايزه قصدي حضرتك. ايوه بالظبط كده. مش مشكله بس عامله كله لون واحد. تمام حاجه ثانيه. حلو قوي الفئات والدي ايه. بس حواري حضرتك برضه ميكي الفئات الجميله. اوكي. ايوه وريني حاجه حلوه كده صح. دي التنفيذ بتبقى تحفه. لا تحفه التنفيذ كمان بتبقى رائعه. هي 6 سنين. حط رقم 6 ونكتب اسمها هنا على الفندق. تمام. وبرده الحشو من جوه زي ما حضرتك بتحب. انا ممكن اختار واحده كريمه واحده شكلت. تمام تمام. وينفع بص انا اهم حاجه عندي عايزه لها سندريلا على التورته اي كان الشكل. اي مثلا صوره تتحط فوق سندريلا كده. شرط تبقى صوره سندريلا فروزن سندريلا او الاميره عشان هي كده هي بتحبهم، فانا عايزه ان انا افرحها بالحاجات اللي بتحبها. ممكن اشوف حاجه ثانيه؟ طيب ايوه روح
طب دي ما ينفعش هنا مجسم يبقى فروزن؟ لا اه صعب تبقى في التنفيذ صح؟ ده عشان ودنه كبيره سهل. اه لا عشان هو بص دي هي دي برضه تورته؟ اه الله حلوه قوي ورد. ينفعش تعملها برضه بيها صح؟ ده عباره عن ودان بس. لا هو دوت عشان سهل الرسم في فروزن. اصلا ما فيهوش حاجه. فروزن فيها التفاصيل تفاصيل. الودان فيها صعبه جدا. على قد ما نقدر ممكن نحاول نعملها صوره يعني بص حضرتك احنا بنعمل تيتي مجسم لكن الثانيه بتكون صعبه جدا. اه اه حلوه دي برضه حلوه جدا. الحاجات التانية نختارها. لو الرسمة بعدين نختار اختار على الحاجات التانية. مش هحدد الرسمة مثلا انا لما مثلا اروح اوريها مثلا في البيت ايه رأيك؟ تمام مفيش مشكلة. كذا فاهم حضرتك قصدي؟ تمام. في دي تلاتة دول. اوكي. نفذ على مقاسين 40 32 24 32 24 18. تمام. ده بنات يا جماعة. جميل قوي يعني. اه عشان منه فيه مش مشكله. حاجه بجد والله احلى. كيكس 10 كده زي نفس البسامات اللي محطوطه على التورته بالظبط يعني نفس الصوره دي هتبقى على الرش على طول. مش في اربع بسامات؟ اربع صور. تمام. مثلا 2 2 او 3 3 ماشي. اوكي بس الاكلير قد ايه؟ طبعا ده التشيز كيك صح؟ ولا التورت؟ ده تورت في تشيز كيك في تورت تشيز كيك نوتيلا لوكس وشيري. دي كل حاجة دي تحفة بس النوتيلا بتاعتهم هم كلاسيك ما احنا بنعرفينها من الرقم. ده والكيلو بعد حددوا اصناف مع بعض. ايوه بس مش عايزه حاجات فيها جبن كتيرة. اوكي. تمام. كيلو ونص سيليزون. اه. نص كيلو لوحده بقى تبقى ستيرما صح كده؟ اه. والكيلو بقى؟ الكيلو هيبقى اللي هو شامية وايطالي. اه شامية وايطالي وتونة. وتونة. تونة البديل. اه. وده. في دم في جبنة تونة معانا ولا لا؟ مش عايزة حاجة على جبن كتير. اه اوكي. وفي ميني بيتزا؟ في ميني بيتزا. تمام. نص كيلو برضه يعني نص ونص والنص التاني بقى نشكله الحاجات التانية يعني نص بسطرمة والنص بيتزا. اوكي والنص كيلو التاني بقى النص التاني ايوه واللي هو الفراخ اه الفراخ بالظبط كده. اوكي تمام تعالى بقى نقيم الحاجات الشرقية. ولا سلمى ميرسي جدا.
لا 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 ماليش انا حاجه والله ماشي حاجه بسيطه شكرا ماشي رهيبة تفل فزدو بس شوكليت وفانيليا شوكليت وايت وشوكليت دارك يعني اه اوكي المربى لا لا انا عايزه اللي هو ما ما ثلاث انواع سابلي لا مش اللي هو المربى اللي بقى فيه مربى من النص لا لا, 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 لا. انا عايزه اتكلم في الاطار سابلي اه السابلي اللي عليه شوكليت في شوكولاته بيضه وفي شوكولاته لا انا قصدي بص حضرتك انا بص حضرتك اه انا السابلي ده بس ما نجي على النص لا ما نجي على النص بس انا عايزه ده اللي هو الشوكولاته البيضاء وده وماشي اوكي المربى ماشي يعني ثلاث انواع السابلي ايوه اوكي اوكي قد ايه؟ ايوه هو ده الميل بتاعك ده ولا ايه؟ لا لا ده سابلي بالنوتيلا وده سابلي باللوتس ملوش علاقه بالنوتيلا بصوا يا جماعه بقى دلوقتي شفتوا الصور طبعا في الفيديوز كلها قدامكم صور التورتات دي كلها انا طبعا عايزه اعمل غزل مفاجاه انا في اكتر اتنين عجبوني فانا عايزه اعمل غزل مفاجئ انتوا هتختاروا التورته تمام اكتر حد هيعمل لي المجسم ده ابعتوا لي على الانستجرام بتاعتي الصور الصور بتاعتي ابعتوها لي على الانستجرام بتاعي غزل ويزن هحط لكم اللينك تحت بتاعه في صندوق الوصف او في اول كومنت وابعتوا لي الصور على فين على الانستجرام واكتر صوره تبعتوها لي على الانستجرام او اكتبوا لي في الكومنتس عادي اللي ما عندوش انستجرام يكتب لي في الكومنتس عادي ايه اكتر حاجة وقولي مثلا انا هرقمهم لكم مثلا 1 2 3 4 5 وانتوا قولوا لي 1 2 3 4 5 اوكي واكتبوا لي مثلا رقم 4 هي اللي عجبتنا رقم 2 كده وانا هعمل هختار الرقم ده تمام واكتر حد اكتر يعني اكتر يعني تصويتات هتجيلي على شكل معين هو ده اللي انا هعمله عيد ميلاد غزل تمام انا في اتنين جوه دماغي جدا وعجبني قوي قوي بس انا انتوا اللي هتتحكموا في تورته غزل وانتوا اللي هتختاروها وانا حابه ده جدا لان انتوا بتشاركونا في كل لحظه وبتشاركونا في كل حاجه بجد واحنا بنعمل يعني اكتر حاجه عشان انتوا تبقوا مبسوطين وتتفرجوا على الفيديوز بتاعتنا اكتر واكتر بس كده يا جماعه ده الفيديو بتاع النهارده اختاروا التورته وابعتوا لها على الانستجرام واعملوا فولو الانستجرام بتاعي واعملوا لنا لايك هنا للفيديو بس كده يا جماعه ويا رب الفيديو يستعجبكم واستنوا بقى عيد ميلاد غزل يوم 14/12 العيد ميلاد يبقى 14 هنزل لكم على طول بعديه بيوم يعني هيبقى يوم 15/12 تمام عشان عيد ميلاد طبعا بيبقى بالليل واحنا بننزل لكم صبح الساعه 1 الظهر بس كده انتظروا عيد ميلاد وصلنا 250 الف مشترك قبل عيد ميلاد غزل يا جماعه بس غزل نايمه والله عشان الصبح تصحى مدرسه بدري ولو سهرت بتبقى تعبانه جدا وهي رايحه المدرسه فانا مش حابه كده وحابه ان هي تقوم نشيطه جدا عشان تستوعب اكتر حاجه في المدرسه بس كده يا رب تكون الفيديو بتاعتنا عجبتكم واعملوا لنا كومنت لايك وشير وفعلوا لنا الجرس واعملوا فولو على الانستجرام ويلا بينا باي.